كده ظهر دكتور محمد. ظهرت دكتور محمود، اتفضل تمام يا كده، فندم، تمام يا اتفضل فندم. يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا بنشكر المجهود الجبار اللي دايما بيشعرنا بالحرج من استاذنا واخونا الكبير الاستاذ الدكتور محمد بيك لاشب رئيس القسم. هي محاضره النهارده، يعني احنا عايزين بصراحه يعني تارجت لتو تايبس اوف اودينس، الجونيورز اللي بيشتغلوا او ناويين يشتغلوا اورثوبيدك انكولوجي، والاذر اورثوبيدكس اللي هم النون انكولوجيست، لان هم بتقابلهم الحالات دي وفي ناس بتهاندل او بتمانج الامور كويس، وفي بيبقى في ميس هاندلنج او ميس بيهيفير. عايزين نعمل هنت عليه كده واحنا بنتكلم عن المحاضره. هي محاضره احنا بنحب نبتدي دايما بالكلاسيفيكيشن، لان احنا عشان نقدر نشخص بون تيومرز فيرستلي لازم نبقى عارفين ايه هم اصلا البون تيومرز كويس، وهم يعني معدودين صوابع الايد، فاحنا نقدر نحفظ اساميهم كويس جدا عشان نقدر تو بوت ان مايند في الدايجنوستكس. سيمبل احنا كلاسيفيكيشن برايمري وميتاستاتيك، والبرايمري بناين ومالجنان، وبيعتمد على التيشو اوف اوريجين. احنا عارفين ان البون سيلف مش بون تيشو بس، هو في بون، في كارتج، في فايبرس تيشو، في بون مارو، في بلاد فيزلز، وفي ميكس. فالتقسيمه اللي حضراتكم كلها عارفينها، بون فورمينج، كارتج فورمينج، فايبرس، ميكسد جاينت سيل، مارو تيومرز، بنقسمهم طبعا لبناين ومالجنان. التقسيمه دي لازم تبقى في بالنا عشان لما نيجي نحط ديفرنشال دايجنوزس في ليجن لازم نبقى عارفين الامور دي كويس. عندنا البناين الاستودي ستيوما الاوستيوبلاستوما، والمالجنان كاونتر بارت از اوستي ساركوما. الكارترج فورمينج كوندروما، اوستي كوندروما، كوندروبلاستوما، كوندروميكزويد فايبروما، كوندروساركوما المالجنان كاونتر بارت. الفايبرس فايبروما وفايبروماتوزس، والمالجنان از فايبروساركوما. عندنا جاينت سيل، المارو تيومرز كلهم مالجنت، يعني ما عندناش بيناي مارو تيومرز، عندنا ايفن ساركوما اند مايلوما. احنا بنحب نبتدي بالستيجنج او الباترن اوف بيهيفير عشان نقدر نبقى عارفين احنا بنتعامل ويتش تايب اوف تيومر اكوردنج تو. احنا زي ما قلنا ان هم في بيناين وفي مالجنت. البيناين عندنا 3 تايبس، ايذر ليتنت اور اكتف اور اجريسيف. الليتنت بيناين سيمبل جدا، ان هو اشهر مثال ليه النون اوسيفاينج فايبروما او اللايبوما، هو تيومر غالبا بيبقى اسيمتوماتيك، ساعات بيجي بمينيمال بين، وبيبقى دايما عنده سلو جروث وتندنس تو هيل سبونتينيوسلي. الاكتيف ليجن ده بيبقى بروجريسيف جروث، بيبقى بينفول، عنده تندنسي فور ريكيرنس، اشهر حاجه الاي بي سي. الاجريسيف ليجنز دي رابيد جروث، tendency for high recurrence. even اشهر مثال طبعا للاجريسيف بيناين جاينت سيل تيومر. جاينت سيل تيومر برغم ان هو ستيل بيناين تيومر، هاويفر انه بيحصل منه ميتاستاسيس، بيعمل لانج ديولز، بالمونري ديولز. الاثنين بيناين تيومرز اللي بيعملوا لانج ديولز برغم ان هما بيناين، الجاينت سيل والكوندروبلاستوما. regarding the malignant في كلاسيفيكيشن مشهور جدا اللي هو انكن كلاسيفيكيشن، وكل الكلاسيفيكيشنز اللي هنتكلم عليها دي سواء البناين او المالجنت بيعتمد عليهم التريتمنت زي ما هيقال في المحاضرات التاليه. انكن قسمهم الى جريد 1، جريد 1 ده لو جريد مالجنسي سواء انترا كومبارتمنتال او اكسترا كومبارتمنتال اللي هي 1 و2 او اي وبي يعني. جريد 2 ده هاي مالجنسي انترا كومبارتمنتال واكسترا كومبارتمنتال اللي هم اي وبي. جريد 3 وات ايفر الجريد لكن في ديستانت ميتاستاسيس، يعني 1 اند 2 ذير ار نو ديستانت ميتاستاسيس، جريد 3 في ديستانت ميتاستاسيس. هاو تو دايجنوز بون تيومرز؟ احنا بنعتمد في الدايجنوزس اوف بون تيومرز او اللي بنسميه ستيجنج لما يجيني اي ليتيك ليجن، بنعتمد على ثلاثه كورنرز، 3 كورنرز. فيرست الكلينيكال ايفالويشن، سكند اناليسيس اوف ذا ايمجينج ستاديز، اند لاستلي از بايوبسي. يعني بصراحه الاسسمنت ده اللي هنقوله ليتر اون بالتقسيمه دي او بالترتيب ده مهم، ما ينفعش حاجه تسبق حاجه، يعني ما ينفعش نعمل بايوبسي قبل ما اعمل اناليسيس لكل الايمجنج ستادي اوف ذا تيومرز او بروبر كلينيكال ايفالويشن. القاعده عندنا المشهوره في البون تيومرز الفور فيزيتس، الفيرست ان الفيرست برزنتيشن او الفيرست فيزيت للعيان لما بيجي لي بقدر اخد منه هيستوري اكزامينشن اكس راي، فاقدر احط بروبر او بروفيشنال دايجنوزس. في الفيزيت دي اطلب السكند فيزيت السي تي والام ار اي بلس اور ماينس لاب،
الثيرد فيزيت از بايوبسي. الفورث فيزيت دي افتر بايوبسي، لو بروفد ان هو مالجنسي بنعمل الميتاستاتيك ورك اب زي ما هنشوف بعد كده. بصراحه الدياجرام ده يعني انا لما شفته حسيت ان هو، لان كان في اسئله كتيره جدا بتتوارد، اللي هو احنا عايزين الجوريزم هاو تو ثينك اباوت تو دايجنوز بون تيومرز. يعني الناس لما بتشوف ليتيك ليجن بيبقى يعني عنده عايز برين ستورمنج، عايز يقدر يشوف اقدر افكر ازاي بطريقه سيستماتيك تو ريتش ذا دايجنوزس. والاسئله دي بنشوفها كتير حتى من زمايلنا واساتذتنا والناس الجونيورز بيسالوا الاسئله دي كتير، فاحنا هنحاول نحط سيستماتيك ابروتش نفكر بيه. الفيرست كلينيكال، احنا ما عندناش كلينيكال اسسمنت، اكتر حاجه تقدر تعمل لنا جايد هو الايج. الاسسمنت بيبتدي من الايج، احنا عندنا التيومرز سيرتن تيومرز بتيجي في سيرتن ايج، وده بيدينا جايد. يعني انا ممكن من الايج اوف ذا بيشنت اقدر احدد بروفيشنال دايجنوزس من غير الاديشنال ايمجينج. سمبلي العيان اللي هو من 0 ل 5 سنين اشهر حاجه بتيجي فيه الايزولوفينيك جرانيلوما، سكندلي السامبل بون سيست. لو هيجي مالجنانت ليجن يبقى لوكيميا يا ميتاستاتيك نيوروبلاستوما. من 5 ل 20 اللي هو الفور السكليتال ماتيوريتي بتيجي حاجات كتيره، اشهرهم السامبل والانيروزمال، الانكوندروما، الاوستيو والكوندروبلاستوما، والنان اوسيفاين فايبروما والكوندروميكزايد. المالجنانت اللي يجي في الايج ده از ايفن ساركوما اند اوس ساركوما. من 20 ل 40 معظم البناين تيومرز نقدر نحطهم في الكاتيجوري دي، وعلى تيجي على راس القائمه جان سيل تيومر. الايفنج والاوس ساركوما ممكن يجوا في الايج ده مور ذان 40 ييرز. هو ده الكلام، ان البناين تيومرز في الايج ده از فيري 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 ريد. سو لما اشوف ليجن في بيشنت مور ذان 40 ييرز او 50 ييرز اولد، الفيرست بوسيبيليتيز از ميتاستاسيس از مالتيبل مايلوما، او ممكن يكون برايمري ساركوما زي الكوندرو ساركوما او فايبرو ساركوما. فليجن في بيشنت فور 40 ييرز او 50 ييرز از مالجنانت انتل بروفد اذروايز. العيان اللي عنده بون تيومرز هو مش بيجي لنا في الاوت بيشنت كلينيك بيقول لي انا عندي بون تيومرز، خاصه اللي هو اللي جاي اللي لسه ما تشخصش، بيجي باربع سيناريوز. طبعا يعني هنتكلم عن السيناريوز اللي بيجي بيه. العيان بيجي اول حاجه خالص ممكن يكون اكسيدنتال ديسكفر، ودي بنشوفها كتير جدا. عيان بيجي لنا وات ايفر، عنده تريفيال تروما، عنده انكل سبرين، عنده شولدر امبنجمنت، واحنا بنعمل اكس راي فور يعني اذر كوز زان ان هو يكون عنده بون تيومرز، فبنبقى اكسيدنتال ديسكفر. لما اشوف ليشن accidentally discovered اللي بنفكر فيه الاول حاجه من الاثنين، simply ان هو يكون latent lesion زي اشهرهم النون اوسيفاين فايبروما او الانكوندروما، وده السيناريو دايما بتاعهم اللي بيجي فيه ان هو painless lesion accidentally discovered نتيجه لان احنا عاملين اكس راي نتيجه لتريفيال تروما. او ساعات بيبقى deceiving ان العيان بيبقى عنده active lesion وهو يعني البين اللي عنده ما كانش ليدنج ان هو يروح لفيزيشن، وبالتالي لازم نسال العيان اللي هو بيجي لي اكسيدنتال ديسكفرد هل هو كان عنده بين بريسيدنج ذيس تريفيال تروما ولا لا. اذا كان عنده بين ات ذا سايد بريسيدنج التريفيال تروما لازم اسسبكت ان الليجن ده ممكن يكون اكتيف ليجن. لكن السيناريو ده الاشهر فيه ان هو يكون ليتنت ليجن زي الانكوندروما ونان اوسيفاين فايبروما. فاحنا من حاجه بسيطه زي دي ان انا عرفت ان هو اكسيدنتال ديسكفر اقدر اشخص نان اوسيفاين فايبروما او انكوندروما سيمبلي ان هم معظمهم بيل ستيشن. السيناريو الثاني اللي العيان بيجي لي بيه بيلس ماس، يعني ماس لكن اتس بيلس اتس نان تندر. واشهر حاجه والموست كومن اللي بيجي فيه الاوستيوكوندروما، لان الاوستيوكوندروما ماس بالبرزنتيشن بتاعها بون ماس وبيلس. هاويفر لازم برضو اسسبكت سم لو جريد مالجنسي سبيشالي اللي هم اللي بنسميها سيرفيس ليجن زي البروستيال اوسوساركوما او البروستيال كوندروساركوما. لكن باي فار ذا موست كومن كوز اوف بيلس بوني ماس ان بون تيومرز از اوستيوكوندروما.
السيناريو الثالث وده فريكوينت سيناريو اللي هو بينفول ليجن، وده اللي بيتحط فيه تقريبا معظم الكاتيجوريز اوف بون تيومرز، واقدر افرق بينهم كلينيكالي باي ايج زي ما احنا شفنا قبل كده، وزي ما هو موصوف العيان اللي بيفور ماتوريتي اقل من 20 من 20 ل 40 ومور ذان 40، وبناكد ثاني العيان اللي مور ذان 40 تو 50 ييرز اوف ايج most of the lesions are malignant until proved otherwise either metastatic carcinoma or either myeloma or primary sarcoma. السيناريو الرابع اللي بيجي لي بيه زي ما المحاضره القيمه اللي قالها لنا استاذنا الدكتور محمد دي ثابت الباثولوجيكال فراكشر، يعني الباثولوجيكال فراكشر one of the scenarios of the presentation للعيان اللي عنده bone tumors، ولازم يتعمل له careful assessment زي ما اتقال في المحاضره السابقه بالتفصيل. فالسيناريوز اللي بيجي لنا بيها اكسيدنتال ديسكفر، وده بيبقى غالبا ليتنت ليجن، لكن وي هاف تو بوت ان مايند ان هو ممكن يكون اكتيف ليجن، او ماس بينلس ماس ودي غالبا بتبقى اوستيوكوندروما، والبينفول ليجنز ودي معظم الكاتيجوريز بتتحط فيها والكلاسيفيكيشن فيهم او التفكير فيهم اكوردنج تو ذا ايج، اللاستلي الباثولوجيكال فراكشن. بعد الكلينيكال اسيسمنت وي هاف تو دو راديولوجيكال اسيسمنت. الراديولوجيكال اسيسمنت هنا وظيفه كل راديولوجي منهم زي ما هنشوف بعد كده ايذر ديتكشن اور دايجنوزس اند ديفرنشال دايجنوزس اور ايفالويشن، يعني انا ممكن اعمل ايمجنج ستادي مش عشان الديتكشن، انا خلاص يعني سمبلي انا عملت اكس راي لقيت اوستيوكوندروما خلاص هي اوستيوكوندروما، لكن انا ممكن اعمل سي تي او ام ار اي او ايفن ام ار سي تي انجيوغرافي فور ايفالويشن او ستيجنج اور بلاننج فور تريتمنت. فاحنا لازم نبقى عارفين الراديولوجي اللي انا بطلبه ايه الايم بتاعه، هل الايم دايجنوزس، هل الايم ايفالويشن، هل الايم بلاننج فور تريتمنت. الكونفنشنال راديوجرافز ببساطه بدون بس ما عشان الناس بتشوف الكلام الكتير ورا بعضه بنتخض، احنا هنقسمهم تقسيمه يا اما من بره لجوه يا اما من جوه لبره. يعني ايه؟ يعني هنبتدي باللوكيشن، بعد اللوكيشن هناخد الامور من جوه البر، يعني بنشوف الماتريكس اوف ذا ليجن من جوه الليجن، يليه البوردر اوف ذا ليجن اللي هو الزون اوف ترانزيشن، يليه بعد كده الكورتكس، يليه بعد كده البريوستيوم، يليه بعد كده السوفت تيشو. فعشان ما نقدرش ما نحفظش او يبقى احنا نقدر نمشي سيستماتيك، لما اشوف ليجن بعلق على الماتريكس من جوه، بعد الماتريكس الزون اوف ترانزيشن او البوردرز اوف ذا ليجن، بعد كده بعلق على الكورتكس ثم البريوستيوم ثم السوفت تيشو، وقبلهم خالص الايه اللوكيشن. نرجع تاني للدياجرام اللي احنا حطيناه الكلينيكالي الايج، ونفتكر دايما الفور سيناريوز اللي العيان بريزنتد بيهم. الخطوه الثانيه بعد الايج اي هاف تو اسك ماي سيلف از ذس ليجن سنجل اور مالتيبل، ده سؤال مهم. يليه السؤال الثاني اللي احنا قلناه الخمس حاجات اللي هفكر فيهم في الراديولوجي، ذا لوكيشن and the morphology. السؤال اللي هسأله الليجن ده single or multiple، اللي جاوبنا عليه عشان الانفستيجيشن اللي هطلبها حاجة من الاثنين، يا هعمل له skeletal survey كويس، يا اما هطلب بون سكان. البون سكان هنا اهميته مش ان هو يقول لي hot scan او cold scan، احنا اهميته اكتر في الارثوبيديك انكولوجي ان هو يقول لي الليجن ده is it single or multiple، لان عندنا المالتيبل ليجن محددين لهم ديفرنشال دايجنوزس. فوانس ان انا لقيت الليجن ده از مالتيبل، فاقدر احطه كاتيجوري معين زي ما هنشوف بعد كده. فالديفرنشال دايجنوزس سمبلي من المعلومه دي از ات سنجل اور مالتيبل، واقدر اعرفهم بالسكليتال سيرفي او البون سكان. المالتيبل ليجنز اهمهم على الاطلاق الميتاستاسيس والمالتيبل مايلوما، دول اشهر اثنين، والاثنين دول بيجوا في الالدرلي فوق ال 40 او ال 50 سنه. لكن في ليجنز تانية بتبقى مالتيبل زي المالتيبل انكوندروماتوزس، وده بيجي في سن صغير، المالتيبل اوستيوكوندروماتوزس وده برضه بيجي في سن صغير، الفايبرس ديسبليزيا از ا مالتيبل ليجن، الهيستوسايتوزس او الزيريفينيك جلانجلوما سام تايمز بتبقى مالتيبل، الهيمانجيوما. وما ننساش دايما واحنا بنفكر في اي ليجن سواء سنجل او مالتيبل ليجن ان انا بفكر فيه از تيومر اور نوت، ده اول سؤال اساله الاول، يعني هل هو تيومر اور تيومر لايك. ففي حاجات بتخش في الديفرنشال دايجنوزس ايفن في المالتيبل ليجنز زي الانفكشن مي بي مالتيبل والهايبر باراثايرويدزم. فانا اول سؤال بساله بعد السيناريوز اللي العيان جي بيه واحط الديفرنشال دايجنوزس اكوردنج تو ذا ايج از ذس ليجن سنجل اور مالتيبل، هعمل سكليتال سيرفي، هعمل بون سكان، اقدر اعرف.
فإف ذيس مالتيبل ليجن سو اكوردنج تو ذا ايج elderly so multiple myeloma metastasis hyperborea infection is one of the provisional diagnosis young patient histocytosis multiple enchondromatosis and multiple osteochondromatosis دي اكس راي بنشوف فيها مالتيبل اوستيوكوندروماتا سوري مالتيبل انكوندروماتوزس يعني انا لما اشوف اكس راي زي دي الاقي فيها سمول ليجنز بنشوف فيها الاوستيوكوندروما وبتبقى مالتيبل فانا لما اشوف المالتيبلستي وفي الهاند وغالبا بتبقى نون بينفول ده مالتيبل انكوندروماتوزس المالتيبل اوستيوكوندروماتا دي تعتبر نوع من انواع الديسبليزيا وبنشوفها patient skeletal immature وتفكيرنا فيه على حسب طبعا الفور ارم بيبقى one of the common site affected وبيبقى فيها دايما deformity والايم بتاعنا بيبقى في التريتمنت towards improving او treatment of the deformity and managing a large lesion او symptomatic lesions هنا multiple lesions زي ده المشهور اللي هو fibrous dysplasia بيعمل التشينجز او الكراوند جلاس ابييرنس لونج ليجن في لونج بون يبتدي يعمل الديفورميتي في الفيمر وده فايبرس ديسبليزيا بعد ما سالت نفسي از ات سنجل اور مالتيبل هنبتدي نخش على السؤال الثاني لوكيشن اوف ذا ليجن اللوكيشن اوف ذا ليجن هنا بيحتمل الاول ويتش بون افكتد السؤال الثاني ويتش بارت اوف ذا بون which bone affected في specific site يعني انا ممكن من الاكس راي just الاكس راي and the age of the patient I can put a provisional diagnosis البروستال اوستوساركوما the common of the commonest site is posterior aspect of the distal femur يعني once ان انا اشوف lesion زي ما هنشوف شكله بعد كده في ال posterior aspect of the distal femur البروستال اوستوساركوما is one of the the first differential diagnosis ادامنتينوما عند اوستوفايبرس ديسبليزيا الكومون سايت بتاعها في التيبيا اي هاف تو سسبكت ادامنتينوما عند اوستوفايبرس ديسبليزيا الكوردوما تيجي دايما في السيكرم الشكل ده دايما لما بنشوفه في البوستيرور اسبيكت اوف ذا فيمر يعني ده يعتبر سبوت دايجنوزس ان هو احنا وان اوف ذا سيرفيس ليجن بروسال اوستوساركوما لها ديفرنشال دايجنوزس ثاني هنقوله بعد كده لكن احنا بنتكلم هنا ان just the location of the lesion من غير ما اشوف اي characters تانية and the age كافي ان انا احط provisional diagnosis من ده الصورة التانية هنا بتبين الادامنتينوم وفي برضو lesions ساعات بتيجي في الانتيرو كورتكس في الزيتيبيا اللي هي الاوستوفايبرس ديسبليزيا يعني مش عايزين نخوض في السباين في المحاضرة دي بصراحة تاني حاجة في اللوكيشن احنا ماشيين بالسيستمز الايج حاجه الثانيه سنجل اور مالتيبل حاجه الثالثه اللوكيشن اللوكيشن ده بيندرج تحته قسمين ويتش بون اند ويتش بارت اوف ذا بون ويتش بارت اوف ذا بون بنقولها دايما ايذر لونجيتودينال اور ترانسفيرس يعني لونجيتودينال هل الليجن ده از ايبيفيزيال ولا ميتافيزيال ولا دايفيزيال السؤال الثاني اللي هو ترانسفيرس از ذا ليجن از سنترال لوكيتد ولا بريفيرال لوكيتد كورتيكال او بريوستيال الابيفيزيال ليجنز اشهرهم على الاطلاق الكوندروبلاستوما والكوندروبلاستوما بتيجي دايما في السكليتال اماتور بيشنت اللي لسه ستيل فيه اومن فايزز والكاونتر بارت بتاعه في الادلت جاينت سيل تيومر هاويفر طبعا ممكن يكون انفكشن او كليفسيل كوندروساركوما ويتش از رير لكن الفيرست ديفرنشال دايجنوزيس هير از كوندروبلاستوما في سكليتال اماتور اند جاينت سيل تيومر في السكليتال اماتور بيشنت في الابيفيزيال ليجنز ليجن زي ده لما بنشوفه سكليتال اماتور بيشنت في البروكسيمال فايزس اوف زيتيبيا الفيرست بوسيبيليتي هير از كوندروبلاستوما فمن السايت بس قدرت احدد الفيرست بروفيشنال دايجنوزس ده سكليتال اماتور بيشنت في نفس الكرايتيريا بتاعه جاينت سيل ريتشنج السب كوندرال بون reaching the articular surface وفيها ballooning للcortex فده يبقى الايه الادلت counterpart of chondroblastoma اللي هو جاينت سيل تيومر دايفيزيال ليجنز عندنا مجموعه من الليجنز بتيجي دايفيزيال اشهرهم على الاطلاق الايرنج والايرنج معروف ان هو بيجي في الايج 5 ل 25 الادامنتينوما والفايبرس ديسبليزيا وبعض حالات الليمفوما بتيجي دايفيزيال ليجن وطبعا الهيستوسايتوزس بتيجي دايفيزيال
فانا من اللوكيشن قدرت احط بروفيجنال دايجنوز. الميتافيزيا معظم الليجنز الثانيه كلها تقريبا بتيجي ميتافيزيا. الثاني ايتم في اللوكيشن هل هو اللوكيشن ان ريليشن للسنترال اكسس اوف لونج بون زي ما احنا شايفين هنا، هل اللوكيشن سنترال، هل الاكسنتريك، هل هو كورتيكال، هل هو باراوستال او بريوستال، هل هو انترا ارتيكولر، لان في سام تيومرز بيبقى اللايبيليتي بتاعتها انها بتيجي سنترال، سام تيومرز بتيجي اكسنتريك، وانا من خلال ان هو اقدر اقول سنترال او اكسنتريك اقدر احطه في الديفرنشال دايجنوستس. تيجي في السنترال اكسس اشهرهم السيمبل مون سيست، الانكوندروما او فوكس لو في سنجل فوكس من الفايبرس ديسبليزيا، الاكسنتريك لوكيشن الاي بي سي والكوندروموكزويد فايبروما والجاينت سيل تيومر، الكورتيكال ليجن النالوسفاين فايبروما الاستيود استيوما، الجاكستا كورتيكال اشهر ثلاثه على الاطلاق او اللي بنسميهم سيرفيس ليجنز، الباروستال اوس ساركوما، المايزايتس اوسيفيكانس اند اكزيستوزيس. لما بنشوف شكل زي ده في البوستيرور اسبيكت اوف ذا ديستال فيمر، لان ساعات يعني سام اوف ذا او بعض الاورثوبيدكس السيرجنز اللي هم مش بيشتغلوا اونكولوجي كتير، وانس ان هو يشوفه بيحط فيرست ديفرنشال دايجنوزيس از اوستيوكوندروما وبيتعامل معاه ان هو اوستيوكوندروما. فاحنا عايزين نبقى بوتن مايند الباروستال اوس ساركوما، بوتن مايند المايزايتس. هاو تو ديفرنشيت سمبلي سي تي، السي تي في الباروستال اوس ساركوما هير البوستيرور كورتكس اوف ذا فيمر، الكورتكس اوف ذا ليجن از نوت كونتينوس وذ ذا كورتكس اوف ذا ليجن اند ذا ميدالا اوف ذا ليجن از نوت كونتينوس وذ ميدالا اوف ذا بون. سو باي سي تي باي ذس كات اقدر اقول عليه باروستال اوس ساركوما از نوت اوستيوكوندروما. ده شكل الاوستيوكوندروما، بيبقى الميدالا هنا في الليجن كونتينوس مع الميدالا of the of the mother bone، وده اقدر اقول عليه اوستيوكوندروما. فاعتقد الشكل واضح او مختلف بين الاثنين، ان ده لان هنا في دايما بنشوف ميس بيهيفير كتير والناس بتتعامل معاه ان هو اوستيوكوندروما ويخش يعمل له سيمبل اكسيشن وهو يبقى باروستال اوس ساركوما. فده شكل مختلف خالص، ان الكورتكس مقفوله الميدالا نوت كونتينوس مع الميدالا بتاع المذر بون، على عكس ده الميدالا هنا كونتينوس مع الميدالا اوف ذا ليجن. المايزايتس فيها اثنين كاركترستكس، معظمهم بيبقى فيهم سبيس بين الليشن وبين البون، لان ده المايزايتس بيبقى في المصل. الحاجه الثانيه الكالسيفيكيشن او الاوسيفيكيشن لما بيحصل فروم بريفيرال تووردز ذا سنتر، بنشوف الشكل ده اللي بنسميه شكل الرينج او شكل الخاتم، ان الكالسيفيكيشن دايما فروم اوتسايد تو انسايد. دول الثلاثه سيرفيس ليزن المشهورين ونقدر نفرق بينهم سيمبلي باي سي تي زي ما قلنا. نرجع تاني عشان ما نتوهش من بعض، احنا بنتكلم على الراديو، احنا بنتكلم دلوقتي بعد الكلينيكال اتكلمنا از الليجن سنجل او مالتيبل، بنتكلم على اللوكيشن ويتش بون اند ويتش بارت لونجيتودينال الفيزيال ميتافيزيال دايفيزيال اند ترانسفيرس از ات سنترال اكسنتريك كورتيكال اند جاكستا كورتيكال. ريجاردينج ذا مورفولوجي اوف ذا ليجن، المورفولوجي زي ما قلنا احنا بناخدهم من جوه لبره، الماتريكس البوردر اوف ذا ليجن الكورتكس البريوستيم اند سوفت تيشو. تيومر جروث احنا ببساطه بنقسمهم الى جي 1 و2 و3 اللي هو الجيوغرافيك باترن والموث ايتن باترن والبرمييتيف. الموث ايتن والبرمييتيف دي كاركترستكس اوف مالينجنسي، الموث ايتن بيبقى انترميديت جروث ساعات بيجي مع بعض الحالات اللو جريد او الهاي جريد، البرمييتيف معظمهم بيجي في الهاي جريد مالينجنسي. لكن الجيوغرافيك ممكن يبقى موجود في المالينجنسي وبيبقى موجود في البنايه، وبيبقى ايزر اي بي سي اللي هو ويل ديفايند بوردر ويز سكليروزس او ويل ديفايند بوردر ويز نو سكليروزس او ايل ديفايند بوردر. دي اشكال الجيوغرافيك. الجيوغرافيك ببساطه بالمعنى ان انا اقدر امسك قلم وارسم الليجن اقدر احدد معالمه، فبيسموه نارو زون اوف ترانزيشن. الموس ايتن اللي هو ببساطه بيبقى حاجه منقره او مخرمه بس اخرام كبيره، البرمييتيف بيبقى واخد سيكتور كتير من البون وبيبقى اخرامه صغيره، لكن دول الموث ايتون برمييتيف بيبقى مع المالينجنسي. الجيوغرافيك بيبقى زي الشكل اللي احنا شايفينه 1 اي، بيبقى ويل ديفايند ويز سكليروزس او ويل ديفايند لكن ويز نو سكليروزس او ال ديفايند، ودول بيبقوا موجودين. السكليروزس هنا معناه ان الليجن جرو سلولي، وبالتالي في فرصه من البون انه يعمل ريموديلنج
ان هو يقدر يعمل سكلروزس حوالين الليجن. فلما بنشوف سكلروزس ده معناه ان الليجن از اوف سلوجروس. ده شكل طبعا ويل ديفايند اللي هو جي 1 اي اللي هو ويل ديفايند بوردر وفي سكلروزس. فنقدر نقول من ده ان السايت بتاعه في الديستال تيبيا ميتافيزيال اكسنتريك ويل ديفايند بوردر يبقى ده نون سوفاين فايبرو. ده الشكل اللي احنا شايفينه الاكس راي موجوده دي جيوغرافيك برضو لكن في حالات فيها سكلروزس وفي حالات وزاوت سكلروزس. ده شكل الموث ايتن وده شكل البرميتيف ليجنز ودي ساين اوف مالجنسي. لكن مش مالجنس بس يعني هو صعب جدا او تقريبا البناين ما بيجيش في شكل الموث ايتن والبرميتيف. هاويفر الانفكشنز يعني ساعات بعض الانفكشنز تدي شكل زي ده. الحاجه اللي بعد كده في المورفولوجي احنا بنتكلم في المورفولوجي خمسه ايتمز. الايتم الثاني تيوبر ماتريكس. ماتريكس ببساطه يعني ايه اللي جوه الليجن الشكل الماتريكس اللي جوه التيومر. هل هو ستيود ماتريكس وده بيبان سموك اب. سموك اب عامل زي اللي هو بنسميه الدخان بتاع اللي طالع من المدخنه بتاعه المصنع. الكوندرويد ماتريكس بيبقى كالسيفيكيشن وله اشكال كتيره ومتعدده منهم البوب كورن اللي هو عامل زي الفشار. الفايبرس ليجن بنسميه جراوند جلاس. جراوند جلاس اللي هو زي الازاز المصنفر يعني كويس. دي اشكالهم يعني لما اشوف الشكل الماتريكس اللي جوه ده استويد ماتريكس بيبقى في البون فورمينج تيومرز. ده الشكل ده كارتيليجينس ماتريكس فبيبقى في الكارتيليجينس ليجنز. ده فاتي ماتريكس ممكن يبقى فاتي ممكن يبقى فايبرس في بعض الحالات. ريجاردنج الكورتكس. الكورتكس في البون تيومرز يا اما هي تبقى نورمال ما حصلهاش حاجه خالص يا اما سيمبل يحصل لها اكسبانشن والاكسبانشن ده غالبا بيبقى بناين واتيفر ان هو اكتف او اجريسيف. لكن المالجننت البون مش هيستنى ان هو الرابيد جروث اوف ذا تيومر مش هيستنى انه يعمل الكورتكس اكسبانشن هيعمل لها سيمبلي ديستراكشن وبالتالي يخرج التيومر ويعمل سوفت تيشو ميس وبريوس رياكشن. فالاكسبانشن لما بنشوفه حتى اللونج ستاندنج اي بي سي او الاجريسيف اي بي سي بنشوف الكورتيكال بتبقى في السي تي بنشوف سيندريم اوف كورتكس ودي بيبقى ساين اوف بناين ليجن. لكن الكورتيكال ديستراكشن غالبا ساين اوف مالجنس. هاويفر في بعض الاجريسيف بناين تيومر في الجاينت سيل بيبقى فيها كورتيكال ديستراكشن او لو الليجن ده اندوستيال بيبقى فيه اندوستيال ايروجن. ده الشكل اللي كنا بنقول عليه الكورتكس هنا اكسباندد ويبقى فيه سينريم. لما اشوف السينريم ده حتى لو الليجن شكله اجريسيف غالبا انا بطمن ان هو بينايم على عكس الكورتيكال ديستراكشن والسوفت تيشو ماس اللي طالع. البريوستر رياكشن هو سؤالنا بس هل كل بريوستر رياكشن دي معناه ان هو تيومر؟ لا لان طبعا في بريوستر رياكشن موجود في تيومر لايك كونديشن اشهرهم الانفكشن. يعني البريوستر رياكشن ممكن يكون موجود في انفكشن في تيومر وتيومر لايك. السؤال الثاني هل البريوستر رياكشن ده علامه من علامات المالجنسي؟ لا لان البريوستر رياكشن بيبقى موجود في حالات كتيره بيناين اشهرهم الاستودوس تيومر. هو اللي يفرق معايا البريوستر رياكشن شكل البريوستر رياكشن لان البريوستر رياكشن شكله يفرق معانا في تحديد نوع از بيناين اور مالجنت. بنقسمهم الى كونتينوس وانتربت. الكونتينوس سوليد زي الاستودوس تيومر لاميلر واللاميلر يا سنجل لاميلي حاجه واحده بس خط واحد ده بيبقى في الاي بي سي او جانت سيل او مالتيبل لاميلر الاونيون بيل اللي هو الكاركترستيك بتاعت الايفنج. لكن هنا نذكر ان الايفنج ساركوما من الحاجات في الايرلي ايفنج ساركوما ممكن يبقى سنجل لاميلي لان هو دايما بيجي في اتاكس بفيفر واتاكس زي الانفكشن يعني بيجي فيفر وبيجي كونستيشنال سيمتومز. فالايرلي ايفنج بيبقى سنجل لاميلي مع المالتيبل اتاكس يبتدي يكون مالتيبل لاميلي. يعني معنى ان انا اشوف مالتيبل لاميلر بريوستر رياكشن في ايوينج ده معناه ان هو غالبا بيبقى في الليت برزنتيشن. الانتربت زي الكودمان زي ما هنشوف. الكومبلكس هم حاجتين يا اما حاجه بارل بنسميه هيرون انت يا اما دايفرجنت ساين راي وده غالبا علامه من علامات المالجنس. ده شكل السوليد بريوستر رياكشن ده غالبا بنشوفه اكتر في الاوستيودوس تيوما. ده اللاميلر ده مالتيبل لاميلي اللي احنا قلنا عليه ممكن يبقى سنجل وممكن يكون مالتيبل. ده شكل الهيرون انت.
ده شكل الكودمان. كودمان ببساطه هو احنا عندنا ليجن بوني ليجن. البوني ليجن ده ابتدى يرود الكورتكس، ابتدى يعمل سوفت تشوماس، وبالتالي نتيجه ان هو عنده رابيد جروث فابتدى يحصل نوع من البريوستيوم اليفيتد اوت اوف ذا كورتكس. زي ما احنا بنيجي نعمل عمليه بنعمل بريوستيال اليفيشن، فالبريوستيوم ده اليفيتد من الكورتكس، وبالتالي حصل هنا نيو بون فورميشن في المنطقه دي اللي هو الشكل ده. فده بيبقى الباثوجينيسيس بتاع الكودمان تريانجل في حالات اشهرهم الاوس ساركوما. السوفت شوميز برضو بنسال نفسينا، السوفت شوميز وهي موجوده هل هو علامه من علامات المالجنسي؟ لا، يعني السوفت شوميز ممكن تبقى موجوده في المالجنن وممكن تبقى موجوده في بعض الحالات البناين. كويس. سؤالنا، هل السوفت شوميز اللي انا شفناها في الام ار اي مثلا هل هي برايمري بون تيومر وعمل سوفت تيشو كاونتر بارت بتاعه، ولا هو العكس هل هو سوفت تيشو ساركوما وابتدى يعمل انفيجن للبون؟ نقدر نحدد القصه دي بكذا حاجه. اول حاجه خالص الايبي سنتر بتاعه، يعني شكل زي ده الايبي سنتر بتاع السوفت تيشو ماس از اوتسايد ذا كورتكس، فغالبا ده برايمري سوفت تيشو تيومر. الايبي سنتر بتاعه اوتسايد ذا كورتكس، هنا الايبي سنتر بتاعه انسايد ذا بون، فغالبا ده برايمري بون تيومر ولو كاونتر بار سوفت تيشو ماس. حاجه الثانيه البيفل كورتكس، هنا لو هو الماس دي برايمري سوفت تيشو ساركوما بيبقى الكورتكس بيفل توورد الزبون، يعني هي ببساطه زقه الكورتكس من بره، فالكورتكس شكلها داخله لجوه. على عكس هنا ننزل تحتها شوف الشكل ده، نلاقي ده سوفت، ده ساركوما برايمري بون تيومر، ساركوما برايمري ساركوما بس مش سوفت تيشو، لا سوفت تيشو كاونتر بارت بس الكورتكس مسقوقه لبره. الحاجه الثانيه في البرايمري سوفت تيشو تيومر ما بيبقاش فيه بروسيس رياكشن، لان هي سمبلي سوفت تيشو ساركوما وزق البول لجوه، فما بيبقاش فيه بروسيس رياكشن. هنا بيبقى فيه بروسيس رياكشن. اخر حاجه ان الليجن السمول بول ليجن بيبقى سمول، والسوفت تيشو كاونتر بارت بيبقى اكبر، غالبا بيبقى ده برايمري سوفت تيشو ساركوما، العكس بيبقى برايمري بون تيومر. في النهايه ده ديجرام بيلخص تقريبا كل اللي قلناه، ان احنا بنتكلم في احنا ستيل في الراديولوجي في الاكس راي بنتكلم عن السايت، بنتكلم عن البوردر، بنتكلم عن الماتريكس، بنتكلم عن البروستر رياكشن، نوع البون ديستراكشن، وفي سوفت تيشو ماس ولا لا، وقبلهم سنجل اور مالتي. كل المعلومات دي اقدر اعرفها من اناليسيس اوف اكس راي. في النهايه البناين ليجن بيبقى معظمهم ويل ديفاين، ممكن يبقى فيه سكلروتيك بوردر او ما فيهوش، غالبيتهم بيبقى فيهم لاك اوف سوفت تيشو ماس، لكن بعض الاجريسيف تيومرز بيبقى فيهم سوفت تيشو ماس. اذا كان في بروست رياكشن غالبا بيبقى سوليد بروست رياكشن زي في الاستيودوس تيوما، والباترن اوف بون ستراكشن غالبا بيبقى جيوغرافيك. على عكس المالجنت ليجن البروست رياكشن بيبقى معظمه انتربتد، البون ستراكشن بيبقى موس ايتن او برمييتيف، بيبقى فيها سوفت تيشو ماس وفيها وايد زون اوف ترانزيشن. احنا كده هنا خلصنا مرحله الكلينيكال اسسمنت، مرحله الاكس راي. بعد النقطه دي اللي هي ده كله اقدر احدده في الفيرست فيزيت واناليسيس من الاكس راي، اقدر احط بروفيجنال ديفرنشال دايجنوستس. يجي السؤال الثاني، ايه الانفستيجيشن اللي هعملها للعيان زي كده؟ طبعا السي تي والام ار اي. السي تي لها فاليوز كتيره، منها السي تي جايدد بايوبسي، السي تي بيحدد الاكستنت اوف بول ليجن والسوفت تيشو. اهميتها هنا سي ان العيان جاي بديب سيتد بلفيك بين، الاكس راي نفسها مش محدده، فهنا فايده السي تي ديتكشن اوف ذا ليجن. اقدر ديتكت ليجن زي ده عمره ما هيبان بالسمبل راديولوجي، سمبل اكس راي. ليجن في السيكروم مش هيبان برده، ممكن ما يبانش معايا بالاكس راي، فالسي تي هنا وظيفتها ديتكشن اوف ذا ليجن، خاصه العيان اللي بيجي بين مورات نايت سيفير نوت ريليفد سمبل انالجيسكس، مورات ريست نوت ريليتد للاكسرسايز. كاركتر اوف بين ده بيقلقني، بيخليني هاي اندكس اوف سسبشن، وبالتالي لازم اعمل مور انفستيجيشن. فايده السي تي هنا ديتكشن. طبعا بنشوف منها الاوسيفيكيشن الكالسيفيكيشن. النقطه دي مهمه جدا، لان ليجن زي ده لما بنشوفه كورتيكال ليجن فيها بريوستيال رياكشن موجود، السي تي هنا هي الانديكيتور اللي اقدر اشوف بيه
النيدس. بس عشان اقدر اشوف النيدس بتاعت الاستيوما لازم اطلب، لان النيدس دايما بيبقى حجمها صغير تقريبا من 1 ل 2 مللي، فلازم اطلب الكاتس واحدد من اللي هيعمل الاشعه ان هو اطلب له ان الكاتس في الاريا دي تبقى من 1 ل 2 مللي، لانه غالبا بياخد كاتس 5 مللي. فلو خد كاتس 5 مللي ممكن الكات اللي ياخده ما يجيش عند النيدس فما اشوفش نيدس. ففكر في ديفرنشال دايجنوزيس تاني زي ستريش فراكشر زي اوستومايلايتس او وات ايفر، لكن النيدس عشان تبان لازم اطلب السي تي ب ان هي تكون على الكاتس على 1 او 2 مللي عشان اقدر اشوف نيدس زي كده. فايده السي تي مساله السين ريم اوف رياكتيف بون اراوند اي بي سي دي مهمه جدا، لان في ليجنز يبان قدامي اجريسيف ممكن لما اشوفه من الاول اقدر اقول او سسبكت ان ده مالجننت ليجن. لما بعمل سي تي زي ما قلنا معظم الاجريسيف ليجنز وخاصتهم واشهرهم الاي بي سي اجريسيف بيناين يخلي الكورتكس فيري سين ريم اراوند. لما اشوف الشكل ده في السي تي ببقى انا مطمن ان هو مش مالجننت، لان المالجننت هيعمل بون ديستراكشن مش هيستنى وقت طويل ان هو ياخد الكورتكس معاه ويزقها ويخليها خيط رفيع حوالين الليجن. طبعا يظل بعد كل الانفستيجيشنز ان السي تي لانج او سي تي شيست اكتر حاجه سنسيتيف اند سبيسيفيك فور بالمونري ليولز ميتاستاسيس. الام ار اي في الليجن وظيفته ديتكت السايز والاكستنت واناتوميكال ريليشن شيب اوف بون اند سوفت تيشو. يعني الام ار اي في معظم الاحوال وظيفتها ستيجنج اكتر منها دايجنوستيك تول. يعني انا شفت ليجن غالبا حددت ان هو مالجنت، طب انا هعمل ام ار اي ليه؟ هعمل ام ار اي فور ستيجنج اند بري اوبرتيف بلاننج عشان اقدر اشوف الاكستنت بتاع الليجن، الانترمودالر اكستنت بالذات اقدر اقيسه، مش هقدر اقيسه غير بالام ار اي، الريليشن للنيوروفاسكولار باندل عشان اقدر احدد هعمل لمب سالفج ولا هعمل امبيتيشن، السكيب ميتاستاز وده هنقوله دلوقتي. يعني ساعات الام ار اي يقدر يحدد سبيسيفيك دايجنوزس في بعض الحالات، يعني الهيمانجيوما او الهيماتوما الليمتد فيلونودا ساينوفايتس، لكن في معظم الامور الام ار اي ما يقدرش يديني دايجنوزس. هو يقدر يديني تصور عام للليجن، يقدر يديني الاكستنت اوف ذا ليجن، يقدر يديني ريليشن للنيوروفاسكولار باندل، اقدر من خلاله احط بلان للتريتمنت، لكن بيرسي ما اقدرش احط منه سبيسيفيك دايجنوزس في معظم الحالات. الام ار اي له فايده مهمه جدا، بيأسس الريسبونس للكيموثيرابي. لو هو اوسو ساركوما او ان ساركوما احنا معروف ان احنا بندي نيو ادجفنت كيموثيرابي، وبالتالي بنعمل ريستيجنج تاني بعد ما يخلص السايكلز بتاعته اقدر احدد هو جود ريسبوندر ولا بور ريسبوندر بالام ار اي. وبالتالي الام ار اي از نوت ا يوزفل تول ان ديفرينشيتنج بيناين فروم مالجننت ليجن. بعض الحالات زي ده شكل زي ده طبعا اي بي سي بيبان فيه الفلويد فلويد ليفل بالام ار اي. الحاجه دايما المهمه جدا حكايه الساتلايت ليجن والسكيب ليجن. هو ساتلايت بالعربي ببساطه جدا اريال. اريال معناه ان الليجن دايما او الحاجه الموجوده متصله اتصال وثيق بالليجن بالمصدر الاصلي مش هوائي. بمعنى ادي ليجن زي ده، ليجن بالاصفر ده اللي هو البون ساركوما، الاحمر ده الرياكتيف زون اللي حواليه، في تيومر تيشو موجود ده اسمه ساتلايت ليجن. وده يعني اوف نو كلينيكال امبورتنس، لان احنا لما عندي بون ساركوما وهعمل ريسكشن انا بعمل كده كده وايد مارجن بسوفت تيشو كاف نورمال سوفت تيشو كاف اراوند، فايفن لو في ساتلايت ليجن كده كده هيتشال معايا في الريسكشن. لكن المشكله كلها في السكيب ليجن. سكيب ليجن ذا ليجن ان ذا سيم بون لكن نوت اتاتشد تو ذا برايمري ليجن. ده ما يبانش غير لما بعمل هول ام ار اي، هول لينس او البون ام ار اي. عشان كده احنا لما بنطلب لما نشوف ليجن في ديستال فيمر سسبيشس اوف مالجننت وات ايفر اوسو ساركوما، فلما اجي اطلب الام ار اي ما بقولش ام ار اي ديستال فيمر او ام ار اي ني، انا بطلب ام ار اي هول فيمر. ليه؟ عشان السكيب ميتاستاسيس، لان احنا لو ما شفناش دي في ليجن زي ده وخدنا الكات هنا والسكيب ليجن موجود الريكونس تقريبا 100%. ده شكل اوسو ساركوما في الديستال فيمر وموجود فيها سكيب ميتاستاسيس بروكسيمال فيمر. فاحنا لو ما خدنا الام ار اي العاديه لحد هنا عمرنا ما كنا هنشوف دي، وده يبقى الانسيدنس اوف ريكرنس 100%. ده برضو نفس الشكل في اليومرس، ان ده الليجن وده السكيب ميتاستاسيس بتاعه. فلازم ناخد المسج هنا اللي نقولها ان احنا لما نطلب ام ار اي
نطلب MRI whole home. يجي السؤال دايما اللي بيتسألنا كتير، احنا لما نشوف ليجن هنطلب سي تي ولا ام ار اي؟ الكلام القديم ان السي تي عشان يحدد المعالم البون والام ار اي عشان يحدد السوفت تيشو، لكن بصراحه الكرنت ترند كل الناس دلوقتي بنطلب الاثنين، نطلب سي تي ونطلب ام ار اي، لان دي بتديني داتا ودي بتديني داتا، ومن خلال الاثنين اقدر اوصل لدايجنوز او اعمل بري اوبرتيف بلاننج كويس. يعني مش هنخوض في التفاصيل كتيره بعد كده، يعني الانجيوجرافي بقت ريبليزد بحاجات كتيره قوي منهم الام ار اي كونتراست خلاص، فسي تي انجيو ساعات بنعملها في بعض الحالات، وخاصه لو احنا شاكين في فاسكولار ليجنز زي السيدو انيوريزم او الاي في مالفورميشنز، بتهمنا جدا جدا في حكايه البري اوبرتيف امبلايزيشن. يعني انا عندي خاصه الميتاستاسيس اللي جاي من الرينال سيل كارسينوما بيبقى هاي فاسكولار ليجن، بعض الليجنز في الاي بي سي او جوينت سيل وعنده سكند انيوريزمال تشينجز بيبقى فيري فاسكولار ليجن، عشان تقدر تدخل تعمل له ريسكشن او كريتاج بيبقى فيه الانسيدنس وبليدنج عاليه جدا، فبنقدر من خلال الانترفنشن الراديولوجي ان هو يعمل بري اوبرتيف امبولايزيشن للليجن، وانا ادخل اعمل السيرجري في خلال 48 ساعه، لان ده بيبقى غالبا تمبوراري مش ديفينيتيف. السونار مفيد في بعض الحالات، وساعات بنستعمل السونار في الجايد بايوبسي خاصه لما يكون له سوفت تيشو كاونتر بارت. البون سكان هنأكد تاني، البون سكان دايما عشان يعني نعرف اهميته او نعرف الفاليو بتاعه لا نديله اوفر استيميشن ولا اندر استيميشن. بون سكان لايك اي اس ار هو نون سبيسيفيك، ما يقدرش يشخص حاجه البون سكان، لكن اقدر اعمل منه ديتكشن لبعض الامور. اهمهم اول حاجه واهم حاجه الليجن ده زي ما قلنا قبل كده سنجل ولا مالتي، اللي يقدر يجاوبنا عليه البون سكان. يعني انا شفت ليجن مالجننت ليجن بروفد ان هو مالجننت بعد ما خدنا الكرايتيريا اللي احنا قلناهم بالفور فيزيتس كلينيكال اسيسمنت راديولوجيكال اسيسمنت بالسي تي والام ار اي، عملنا بايوبسي بروفد ان هو اوسي ساركوم، فانا هعمل بون سكان عشان اقدر احدد هل في ميتاستاسيس ولا ما فيش ميتاستاسيس. فهو دي حاجه. الحاجه الثانيه ده يقول لي سنجل ليجن ولا مالتيبل ليجن. البون سكان في بعض الحالات يقدر يشخص الاوستيوما، لان ساعات العيان بيجي خاصه في السودستوما في التيلس بيجي بانكل بين، انكل بين لونج ستاندنج نوت ريليفد، حتى كان ممكن ريليفد الاول بالسيمبل انرجيسك بعد كده نوت ريليفد بالسيمبل انرجيسك، ممكن يكون اتعمل له اكس راي ما ظهرش حاجه، اتعمل له سي تي الكاتس ما كانتش معموله نارو كاتس فما ظهرش ليجن موجود معايا. اللي يقدر هنا يحدد القصه دي البون سكان، لان السودستوما بيديني اكتف او هوت سبوت في البون سكان. دايما القاعده المشهوره زي ما قلنا هو لايك اي اس ار هو نون سبيسيفيك، ما يقدرش يحدد بناين ولا مالجننت، لان بنشوف برضو بيهيفير ان حد يجي له شكل زي جان سيل تيومر او كوندروبلاستوما او وات ايفر، حاجه بناين حاجه ممكن تكون اكتف او اجريسيف، فاول انفستيجيشن تتعمل بون سكان. تسال ليه؟ يقول لك عشان اشوف هوت او كولد. هو مش هتديني داتا، يعني البون سكان هنا وظيفته از ذا ليجن يقدر يجاوب سنجل اور مالتيبل. لما انا عرفت بالبايوبس ان هو مالجنت فده مهم في الـ في البوست بايوبس ستيجز ان هو يقدر يحدد اذا كان في اذر ميتاستاسيس ولا ما فيش فقط، لكن هل هو يقدر اعمل عشان الليجن عشان يقدر يديني زي ما قلنا ان هو السبيسيفيستي بتاعته لو او تقريبا نون سبيسيفيك، ما يقدرش يحدد ابدا اذا كان الليجن ده بناين ولا مالجنت. هاويفر في بعض الحالات طبعا اشهرهم المالتيبل مايلوما وبعض الحالات الرينال سيل كارسينوما بيبقى كولد سبوت. القاعده المشهوره ان النورمال بون سكان از ري اشورين، يعني لما اشوف نورمال سكان ابقى مطمن، لكن الكونفرس از نوت ترو، يعني ممكن يكون البون سكان اب نورمال وابقى برضه ري اشورين. ازاي؟ ان البناين ليجنز مثلا بتش انكريز ابتيك زي الاوستيوما، مش معنى شفت انكريز ابتيك ان انا ابقى قلقان واقول ان ده مالجنت، لكن نورمال بون سكان يبقى فيه ري اشور. الخطوه اللي بعد كده البيت، البيت هي ايمجنج ستادي اعلى كتير من البون سكان، وخاصه لما تبقى كومبايند بالسي تي، بتعتمد على البيولوجيكال اسيسمنت او الميتابوليك اكتيفيتي اللي هو بيعتمد على الاف دي بي اللي هو الفلورو دي اكسو جلوكوز ابتيك،
سيمبلي احنا يعني بصراحه بنستعملها في حاجات كتير، بس انا عايز قبل ما اتكلم في الفاليو بتاعها يعني عايز اشوف الفيديو ده. أعتقد إنه هيشتغل. لا هو ما اشتغلش يا دكتور محمود. أشوفه كده يا فندم اشتغل ولا لأ. أعتقد إنه اشتغل. لا استيل لسه ما اشتغلش يا دكتور محمود. كده اشتغل يا فندم؟ لا لسه يا فندم. هو ظاهر عندي. لا هو لسه ما اشتغلش عندنا. طيب دقيقة واحدة. ما اشتغلش عند حضرتك؟ لا لسه ما اشتغلش يا فندم. جيبه بس من كده اشتغل؟ اشتغل يا دكتور محمود، اتفضل. طيب اجيبه من الاول. ده شكل البيت سيمبلي، ان هو زي ما احنا شايفين ده بيت كومبايند مع سي تي، بياخد من الهيد داون تو ذا توز. نجيبه من الاول. ده كان عيان جايب ميتاستاز في الشولدر وعملنا له بيت، بنشوف الميتابوليك اكتيفيتي نزل من الهيد ابتدى يبان. في فوكس هنا في الشولدر، فوكس هنا في الاسكابولا. ده التشيست، كان في نوديولز، نوديولز موجودة هنا، موجودة هنا. كان في تو لارج نوديولز في التشيست، ميتاستازز. ده في الابدومين. ادي السكرم، كان في ليجن برضو موجود في السكرم هنا. هنا. البلادر بتاخد اكتيفيتي عشان فيها يورين، تمام، نازل على الفيمر الهيبس. كويس. نرجع بقى للشيرنج. كده الصورة واضحة؟ واضحة يا دكتور محمود، اتفضلي بيه. فالبت اللي هو البوزيتيف انيميشن توموجرافي زي ما احنا شفنا الفيديو، هو حاجة ادفانسد عن البون سكان، يقدر يحدد بيها حاجات كتيرة جدا زي ما هنشوف. هو يقدر يحدد الليجن از بنايرو ولا مالجنت. البون سكان ما يقدرش يدينا المعلومة دي. كمان يقدر كان يحدد هل الليجن ده نيوبلاستيك ولا نيوبلاستيك، يعني عنده الكابابيلتي في بعض الحالات انه يقدر يقول لي از نيوبلاستيك اور انفكشن. برضه البون سكان العادي ما يقدرش يدينا المعلومه دي. يقدر يحدد البرايمري ليجن في بعض الاحيان مع البيشنت ويز بون ميتاستاسيس. كل المعلومات دي ما كناش نقدر نعرفها من خلال البون سكان.
الستيجنج وده مهم جدا بيفور تريتمنت، يقدر يحدد الريسبونس للتريتمنت. لكن هي مشكله الريسبونس للتريتمنت ان البيت غالي، فعشان تقدر تدي للعيان كيمو ثيرابي وبعدين تعمل له تاني بيت دي بتبقى ايشو في البيت. عيان سسبكتد ريكيرنس برضو البيت هنا بيبقى سبيسيفيك في الحته دي برضو زي ما قلنا ريستيجنج وبلاننج فور ريديو ثيرابي. ومن خلال برضو البيت اللي هو بيقدر يحدد الاس يو في اللي هو الستاندرد ابتيك فاليو بيبقى لها معادله كده، ومن خلال الاس يو في يقدر يحدد هل هو انفكشن ولا تيومر، والتيومر از ات بيناين اور مالجن. ده شكل من اشكال البيت، احنا شفنا الفيديو فاعتقد كان واضح. دي برضو حاله من الفايبرس ديسبليزيا يعني فيها هايبر ميتابوليك فصال. اللاب دايجنوزيس اوف بون تيومرز في تيست، معظم التستات نون سبيسيفيك يعني السي بي سي عشان يقدر يشوف فيه انفكشن او يحدد لوكيميا في الاطفال الصغيرين. الاي اس ار يعني في برضو حاجه عندنا مهمه، الاي اس ار بيعلى في البون تيومرز اللي هم اوف مايلوجينيك اوريجين يعني زي المالتيبل مايلوم زي الايوينج سيركوما زي الليمفوما. لكن هل البون فورمينج تيومرز الاي اس ار بيعلى يعني الاوستيو ساركوما بيبقى فيها اليفيتد هاي اي اس ار؟ نو. الكوندرو ساركوما الاي اس ار ما بيعلاش في الكوندرو ساركوما. ففي ناس برضو تشوف ليجن يبتدي يطلب اول حاجه الاي اس ار لقى نورمال يقول خلاص اتس نوت مالجنانت. نو، الاي اس ار اليفيتد في المايلوجينيك تيومر بيعلى في الميتاستاتيك كارسينوما وبيعلى في الانفكشن. الهايبر كالسيميا بتبقى موجوده في الميتاستاتيك ديز اوردر وفي المالتيبل مايلوما وطبعا في الهايبر كلاين فوسفاتيز، بيزيد في الميتابوليك بون ديزيز زي الباجيت، بيزيد في الميتاستاتيك ديز اوردرز والاوس ساركوما والايوينج ساركوما، وطبعا نعمل الباراثرمول. السبيسيفيك تيست زي الاشهر حاجه للمالتيبل مايلوما المونوكلون عربة جاما جلوبينيميا اللي بنشوفها في السيروم والبروتين الكتروفوريسيس. وتيومر ماركر زي ما الدكتور استاذنا محمد ثابت اتكلم عليه. انا مش عايز اطول على حضراتكم. البايوبسي دي اخر ايتم في الستيجنج بعد الكلينيكال اسيسمنت والراديولوجيكال اسيسمنت. البايوبسي هنا مهمه جدا لان انا ابتديت احط اول سلايد ريسك اوف امبروبر بايوبسي بغض النظر عن هنقوله برضو الجايد لاينز، لكن الامبروبر بايوبسي بتافكت يا اما البيشنت لايف يا اما البيشنت ليم. يعني ممكن عيان يضاي او يلوز هيز لايف نتيجه لامبروبر بايوبسي او يلوز هيز ليمب ان انا ضيعت عليه فرصه ليمب سالفج نتيجه امبروبر بايوبسي، وهنشوف ليه. لان انا عندي ليجن وبالتالي عايز اعمل بايوبسي، التراك اللي انا واخده من السكن فروم سكن داون تو ذا ليجن ماست بي ريموف اول اراوند ويز ذا ليجن، وبالتالي لازم انا اختار الانتري بوينت والتراك يكون ريسكتبل. لكن احنا لو اخترنا انتري بوينت وتراك ريسكتبل مع التيومر وبالتالي انا ضيعت على العيان فرصه ليمب سالفج. وبالتالي الريكومنديشن ان الدكتور سيرجن اللي هيعمل البايوبسي لازم يكون اولا في سبيشاليز سنتر، ده رقم واحد. رقم اثنين يكون هو نفس السيرجري اللي هيعمل بلاننج للديفينيتيف تريتمنت، لان انا التراك اللي هيتعمل ماست بي ريموفد. وده يعني انا ما اقدرش مثلا في الديستال فيمر تلاقي الناس تعمل ترانسفيرس انسيجن، تعمل انسيجن اوفر ذا باتيلا، لاترال انسيجن، واحنا الانسيجن انتروميديال، وبالتالي التراك اللي اتعمل بيبقى صعب جدا واحيانا بيبقى امبوسيبل ان هو to be removed block مع التيومر في الوايد ريسكشن، وبالتالي غالبا العيان ضيعنا عليه فرصه الليمب سالفج وبينتهي بامبيتيشن فروم رونج ديسيجن او رونج بروسيدر او بايوبسي. وبالتالي لو السيرجن نوت فاميليار مع الابروتش او نوت فاميليار مع التكنيك اللي هيتعمل بيها الوايد ريسكشن او الديفينيتيف تريتمنت اون ذا بيشنت، هي هاز تو ريفير ذا بيشنت تو سبيشاليز سنتر to do the biopsy. Not doing the biopsy, لأن البيوبسي is not a minor procedure. It's one of the major procedures, لأن المستيك فيها بيوصل العيان إن هو يضيع عليه فرصة الليمب سالفج. دي الجايد لاينز هنقولها سريعا، اللي هو أنا عشان أحدد أعمل بيوبسي من الليجن، what part of the lesion has to be biopsy and what are the safest route. وات بارت ان الليجن، القاعده ان احنا هنتكلم في الاول الانواع، في
كلوزد بايوبسي اللي هو الفاين نيل والتيشو كور، دي اتقالت في المحاضره السابقه فمش هنخوض فيها، لكن اشهر حاجه بتتعمل تقريبا من 90 ل 95% التيشو كور كاتنج نيدل، لان السبيسيفيستي بتاعتها عاليه جدا، وبتتعمل ايزر سي تي جايدد وام ار اي جايدد احيانا وسوفت تيشو جايدد او سوري التراسونيك جايدد لو السوفت تيشو كاونتر بارت واضح، ففي ناس بيبقوا تالنتد ان هم يعملوا بسونار. احنا بالنسبه لنا كجراحين بنعمل الاوبن بايوبسي، مش هنتكلم بقى عن فاين نيدل والتيشو كور، دي اتشرحت كويس. ده شكل برضو فيديو بس عشان نفتحه. الاوبن بايوبسي عشان اعمل بلاننج للاوبن بايوبسي كاورثوبيدك سيرجن، الاول ويتش بارت اوف ذا ليجن محتاج ان انا اعمل له بايوبسي. الليجن القاعده ان اي ليتك ليجن لو له اكسترا اوسيوس كومبوننت وي هاف ان انا اشيل او اخد البايوبسي من السوفت تيشو ماس، مش لازم اوصل من البون كومبوننت، لان السوفت تيشو كومبوننت في نفس الهيستولوجيكال سيلز او الكرايتيريا الموجوده في البون كومبوننت. القواعد لو ليجن موجود عندي في البروكسيمال فيمر، لو هو ميديال فانا بخش ثرو ذا ادكتورز، لو هو لاترال بخش ثرو ذا فاستس لاتراليس، في الديستال فيمر لو هو ميديال بخش ثرو ذا فاستس ميديالس، لو هو لاترال بخش ثرو ذا فاستس لاتراليس ثرو ذا فاستس. ده طريقه اختيار التراك اللي احنا هناخده. في البروكسيمال تيبيا لو هو ميديال دايركتلي ثرو ذا سكن، لو هو لاترالي ثرو تيبيالس انتيريور. في الهيومرس احنا معتادين في البروكسيمال هيومرس ان احنا بنخش دلتو بيكتور، لكن احنا لما هنيجي ناخد بايوبسي تراك، التراك بيبقى ثرو ذا دلتويد نوت ثرو ذا دلتو بيكتورال عشان الفاسكولار باند الكيفاليك فين ما يحصلوش ديسيمينيشن من التيوبس. الجايد لاينز هنستعمل سمولست الميدينال انسيجن، ترانسفيرس انسيجن كونترا انديكيتد، لان ده انا مش هقدر اعمل له ريسكشن واحنا بنعمل الوايد ريسكشن بلوك مع تيومر، فترانسفيرس انسيجن ابسولوتلي كونترا انديكيتد. نستعمل السمول الميدينال انسيجن، لما وصلت للليجن استعمل نايف او كيريت عشان ما اعملش كراشنج للسبيسيمين. وصلت للبون، هنا لو الليجن في قلنا له اكسترا اوسيس كومبوننت هاخد من الاكسترا اوسيس كومبوننت، مش محتاج اعمل كورتيكال ويندو. لو الليجن بيورلي انترا اوسيس هضطر اعمل كورتيكال ويندو. الكورتيكال ويندو لو هنعمله هنعمل يا سمول هول، لو انا محتاج اوسع الويندو احنا عندنا قاعده اوسع الويندو بالطول مش بالعرض، لان لما اوسع الويندو بالطول مش هيندنجر ويعمل باثولوجيكال فراكشر، والويندو اللي بيتعمل بيبقى طولي وبيبقى الايدجز بتاعته او هنشوفها في الدياجرام ده. الدياجرام ده بيوضح الاول الانسيجن ان هو مفيش ترانسفيرس انسيجن كونترا انديكيتد، وده شكل الهولز اللي احنا بنعمله اللي هو بلونج شيب والايدجز بتاعته بتبقى سيركولر او راوندد، الايدج هنا وهنا مش اكيوت انجل زي ده او زي ده. ده يكسر الستريس رايزر هنا بيبقى عالي يعمل باثولوجيكال فراكشر، وده يكسر ده ما يكسرش كويس. وبالتالي هنا مشكله الباثولوجيكال فراكشر هنا ايه؟ مشكله الباثولوجيكال فراكشر ان هو احيانا بيبقى ريليتيف كونترا انديكيشن نعمله لم سالفج لانه بيعمل ديسيمينيشن للتيومر سيلز. القاعده اوبتين انف تيشو، وهنا اوبتين انف تيشو في ترند موجود كتير ان احنا بنعمل فروزن سيكشن واحنا شغالين البايوبسي سواء اوبن او حتى بعد السيتي جايدد الكلوزد، بيجي الباثولوجيست يعمل فروزن سيكشن. فروزن سيكشن هنا فايدته حاجه واحده عشان يقول لي اللي احنا شلناه بالبايوبسي ده از ريبريزنتيتيف اوف ذا تيومر اور نوت، عشان نوفر على العيان ان التيشوز اللي احنا شلناها تبقى نون ريبريزنتيتيف. والقاعده كلشر وات يو بايوبسي اند بايوبسي وات يو كلشر، لان هو لو انفكشن يبقى احنا عملنا كلشر، لو هو تيومر يبقى احنا عملنا بايوبسي. الميتيكولوس هيموستيزيس ده مهم جدا، لان من الكومبليكيشن غير الباثولوجيكال فراكشر اي هاف تو افويد هيماتوما، لان لو حصلت الهيماتوما بقى عملنا ديسيمينيشن للتيومرز، وده برضو اجينست ان احنا ممكن نعمل ليمب سالفج. ساعات في بعض الحالات الميتيكولوس هيموستيزيس ان انا بعد ما اعمل كورتيكال ويندو يبقى في بليدنج من انسايد ذا بون، ساعات نحط سيمنت بلاج عشان نقفل ونعمل ميتيكولوس هيموستيزيس. اخر حاجه الدرين، لو نسيسر احط درين والدرين بتتحط بالشكل ده اللي هو بي اللي هو اللاين مع الانسيجن اللي انا عامله وكلوزلي، ما عملوش في لاين تاني لان انا برضو اللاين او التراك اللي معمول بالدرين ده ماست بي ريموفد مع البايوبسي، وما عملوش اللاين واواي زي سي رونج اي رونج بي هو صح اللاين اند كلوز.
السؤال هنعمل انسيجنال ولا اكسيجنال. القاعده ان احنا لو هو بناين لوكينج هنعمل اكسيجنال بايوبسي، لو هو سمول ليشن بريفيربل ان انا اعمل اكسيجنال بايوبسي عشان اوفر على العيان ان انا ادخله عمليه ثانيه، لو هو لوك مالجنانت اند لارج ليجن بالتالي هعمل انسيجنال بايوبسي. كومبليكيشنز احنا قلناها مشكلتهم كلهم الهيماتوما، الهيماتوما والباثولوجيكال فراكشر بيبقوا ساعات كتيره ريليتيف كونترا انديكيشن للليمب سالفج. اخر حاجه خالص ان في بعض الليجنز دونت ريكوير بايوبسي زي جانجليون سيست، زي سبكوتينيوس ليبوما، زي النانوس فاين فايبروما، زي الفايبرس ديسبليزيا، زي الانكوندروما. ارجو ان انا ما اكونش طولت على حضراتكم واسقطتكم بالمحاضره الطويله دي. احنا عايزين نطلع بمسجز، المسجز ان لازم يبقى في كوبريشن بين الكلينيكال اسيسمنت والراديولوجيكال اسيسمنت والهيستوباثولوجيكال اسيسمنت. الحاجه الثانيه ما فيش حاجه تسبق حاجه، لازم نعمل جود كلينيكال اسيسمنت، جود راديولوجيكال اسيسمنت، زين افتر ستيجز بايوبسي، بعد البايوبسي في بوست بايوبسي اللي هو السي تي تشيست عشان نشوف الميتاستاز والبون سكان والبيت سكان. البايوبسي معظم الاحوال بيبقى سي تي جايدد، لو اضطرينا نعمل اوبن بايوبسي السيرجن اللي هيعمل الديفينيتيف سيرجري هو اللي يعمل الاوبن بايوبسي. اشكركم جزيلا على تقبلكم ومساعده صدركم. دكتور محمود انا احييك على المحاضره الرائعه دي. العفو يا فندم، تلميذ حضرتك. دي لخصت كل حاجه اي حد عايز يعرفها about البون تيومرز. بصراحه يعني دي الجوريزم اوف دايجنوزيس اند مانجمنت. يعني بصراحة تسلم يا دكتور محمود. العفو يا فندم، العفو، كلمي سيادتك يا فندم. Very good lecture. Thank you sir. عفو. دكتور عادل معانا؟ تسلم، ربنا يبارك فيك يا دكتور محمود. اتفضل دكتور عادل بيه، اتفضل يا فندم. وفي one question لحضرتك. صوتك يا دكتور عادل مش وصل لي. سمعني كده دكتور محمود؟ دكتور محمود. دكتور عادل؟ سمعني كده؟ سمعني كده دكتور محمود؟ سامع دكتور محمود صوت الدكتور عادل؟ انا سامعه. انا مش سامعه عندي للاسف. طيب اوكي، انا هقول لحضرتك السؤال لو دكتور عادل صوته مش واصل. اتفضل يا فندم. من دكتور محمد عبد العال. نرحب بدكتور محمد طبعا معانا. On an evidence-based medicine, should I pass to whole tumor work up for all tumors or bone masses or when I cut it short? ده استاذنا الدكتور محمد عبد العال ولا هو تشابه اسماء؟ لا دكتور محمد عبد العال بيه. طيب يا فندم، هو ببساطه في ليجنز سهل ان انا توكات شورت، يعني زي سمبلي الفايبرس كورتيكال ديفكت، عيان جاي لي زي ما احنا قلنا اكسيدنتال ديسكفرد ليجن، باين قوي ان هو اكسنتريك، باين ان هو في سكلوروتيك مارجن، في سكليتال اماتيور، I don't need any further investigations. Even أنا مش محتاج لا CT ولا MRI, even biopsy. لو في high index of suspicion في بعض الحالات، طبعاً يعني في X-rays واضحة إن هو يقول لي ده aggressive lesion زي giant cell. لازم أعمل complete work up. لأن برضو في النهاية ممكن الشكل اللي أنا أقدر أقول عليه نفس الكريتيريا بتاعت giant cell simply ممكن يطلع malignant، simply ممكن يطلع hyperbara، وشوفنا حالات كتيرة بتطلع hyperbara. فالورك اب هنا في تقريبا في معظم الحالات مطلوب، كومبليت ورك اب. الاندكس اوف سسبشن هو اللي بيحدد لي، يعني انا الكلينيكال اسيسمنت بتاعي، الايج بتاع البيشنت، الكاركتر اوف ذا بين، شكل الليجن في الاكس راي بالمواصفات اللي احنا قلناها، ويقدر يحدد لي احنا فين، هل احنا نيوبلاستيك ولا نون نيوبلاستيك، ولو نيوبلاستيك هل ده برايمر ولا سكندري. يعني انا لما اشوف ليجن ات لوكس بيناين، لكن الايج مور ذان 50 ييرز اوف ايج، فالكلينيكال داتا هنا يقول لي ده يا ميتاستاتيك يا مالتيبل مايلوما، اي هاف تو ورك اب. ومعظم الحالات بيطلع كده، لكن مش هشوف الليجن اقول ده جيوغرافيك ويل ديفاين، لكن سنه 50 سنه فايتس اوكي اعمل كيوريتاج. لازم ابروسيد فور فول ورك اب، عشان لان الميستيكس هنا المشكله في ايه؟ زي في المحاضره اللي قالها استاذنا الدكتور وليد عبيد، ان انا عمري ما اندم على انفستيجيشن عملتها العيان، لكن ممكن اندم كتير على انفستيجيشن ما عملتهاش. يعني انا ممكن اعمل للعيان كومبليت ورك اب تو بايوبسي ويطلع سمبل ستريس فراكشن كويس، لكن ممكن اندم كتير جدا على عيان خدت فيه ديسيجن سريع ان هو شكله كذا والامور واضحه جدا، ويطلع في الاخر اسس سركوما. وخاصه
زي ما استاذنا دكتور محمد بيه ثابت قال في الباثولوجيكال فراكشر. احنا بنشوف دايما لان الباثولوجيكال فراكشر بيبريزنت لكل الاورثوبيدكس والتعامل فيه لان ده وان اوف ذا ايمرجنسي، فالاندرلاين كونديشن هي اللي بتحدد لي. فاذا كان الاندرلاين كونديشن مالجنانت او برايمري ساركوما بالذات وهو اتعامل معاه بالفيكسيشن، احنا كده عملنا رونج ميستيك. فالورك اب بالطريقه دي الموصوفه لكل الناس ده بيقدر يطلعني من المشاكل اللي اقدر ادخل فيها العيان. هو مشكلة الدايجنوزس اللوجيك انك تعمل كل الانفستيجيشن لعيان مثلا طفل صغير عنده سيست، مش معقولة هتروح تعمل له تيومر ماركرز. حاجة تانية، انت بتعتمد على هيستوري وكلينيكال اكزامينيشن و good quality brain X-ray. في قاعدة كده في تيومر don't comment على bad quality X-ray. لازم X-ray تبقى orthogonal و good quality، تبين الترابيكولي بتاع البون وتاخد الجوينت above والجوينت below. بعد كده بتحدد الليجن ده ايه، benign ولا malignant ولا metastatic. وبعد كده تعمل الورك اب المناسب اللي هو يوصلك للستيج اللي انت بتاعت في تيومر ده اللي هتحدد على اساس التريتمنت ده في كل قاعدة. عشان كده النصيحة للناس، عيان old age وعنده fracture proximal femur لازم تحط suspicion ان ممكن يكون metastatic. يبقى ما لازم تحط علامه تعلقش على اكس راي وحش، وخد هيستوري كويس عشان تستبعد ان يكون ده ميتاستاتيك. يبقى اي فراكشر في الديلا اكتر من 40 سنه خاصه في البروكسيمال فيمر لازم تحط لازم تستبعد ان هو ميتاستاتيك. برضو حالات الاوسوساركوما والحالات الايوينج ساركوما في الاطفال كتير جدا بيتعالجوا انيشال بدون اي ورك اب، بدون اكس راي وبدون حتى هيستوري، ويوم داخل يعمل له درينج على انه هو انفكشن وبعدين يفاجئ انه هو ايوينج. حالات كتير قوي بتحصل كده. وحالات اوسوساركوما، انا عندي حاله فعلا عيان بيلعب كوره واتكسر، وكان قبل ما يتكسر كان عنده بين في البروكسيمال تيبيا، وراح مستشفى مدخل عمل اكس راي باد كواليتي وتعمل له فيكسيشن على انه هو فراكشر عادي خالص تروماتيك فراكشر، وراح للدكتور يتابع ويقول له استنى هتلحم، والعيان ما بيخفش عنده ألم، بدأ رجله تورم، يقول له ده لحام وبتاع وهتلحم وتبقى كويس، لحد ما بقى فيه soft tissue mass قد كده هو. وطبعا ده من الأول سببه ما فيش history، ما فيش plain X-ray كويس. بعد كده أعمل الورك اب بقى ده ما انت عايز. ناس تعاد الحرك معنا يا دكتور محمد. كمل يا فندم المودريشن، اتفضل يا ترعاد. اتفضل. في سؤال حركة دكتور محمود، how to deal with confusing pathology report after core biopsy. هو الاول الconfusing pathology انا اقدر افويد في بعض السناتر، زي ما قلنا ان احنا مع الكور بايوبسي بيبقى موجود frozen section. الفروزن section هنا بيضيع فرصة او بيحسن فرصة ان التيشوز تبقى ريبريزنتيتيف، تبقى غير التيشوز النار ريبريزنتيتيف. دي اولا. الحاجة التانية لو وصلنا بقى خلاص ان هو عمل من غير فروزن والكور بايوبسي طلعت نار ريبريزنتيتيف، كويس، هعتمد على حاجة من الاثنين، الكلينيكال اسيسمنت بتاعي والورك اب اللي انا عامله قبل البايوبسي. السسبيشن بتاعي ايه؟ لو السسبيشن بتاعي ساركوما برايمري ساركوما، خلاص الحل التاني ان احنا هنعمل اوبن بايوبسي بالجايد لاينز. امال احنا حاطين او هم محطوط جايد لاينز للاوبن بايوبسي، هنعمل اوبن بايوبسي بالجايد لاينز، كويس. السسبيشن بتاعي هو اللي هيقول لي فالاول خالص ان احنا اتس بيتر في الكور بايوبسي ان هي تتعمل بفروزن. الحاجه التانيه لو هو سسبيشن هعتمد على الكلينيكال اسيسمنت والراديولوجيكال، ولو هو سسبيشن في ساركوما هعمل اوبن بايوبسي بالجايد لاينز. فرعاتل فروزن بايوبسي الفكره بتاعتها انتر اوبراتيف، يعني هو ما بيتعملش كبري اوبراتيف دايجنوستيك ستادي عشان توصل لدايجنوزس.
يعني عيال عنده اسو ساركوما، مش معقول هتاخد بايبسي وتقول انا عامل فروزن سيكشن عشان تيومر، لان الفروزن سيكشن بمعنى ابسط ما بيحددش سبيسيفيك تايب اوف تيومر. يعني ما يقدرش يقول لك دي اسو ساركوما ولا ايوينج ساركوما ولا كوندر ساركوما، هو يقول لك دي بناين ولا مالجنت بس. فهو معمول عشان انت الاوبراتور، انت بتعمل ريسكشن لتيومر وحاسس ان المارجن بتاعك في حته مش كويسه فايوليتد، فبتاخد منها حته وتبعتها فروزن انتر اوبراتيف، او انت فتحت تيومر على ان هو بناين اجريسيف وعايز تعمل له كيوريتاج، وفوجئت ان الليجن ده مش شكل البناين اجريسيف تيومر، بتاخد فروزن وتبعتها وانت فاتح. لو قال لك ده مالجننت بتقفل، تاخد بايبسي وتقفل وتستنى الهيستوباثولوجي يحدد لك التايب وياخد كيمي سيرب على اساسه. لو قال لك ده بناين كمل، كمل الكيروتاج بتاعك وكمل العمليه. ده فايده الفروزن سيكشن. هو الفروزن زي ما معاليك قلت هو ما بيحددش دايجنوزس، هو بيقدر يشوف مالجننت سيلز ولا لا، ما بيقدرش يوصل لدايجنوزس. فمع الكور بيشوف التيشوز اللي موجوده ريبريزنتيتيف للتيومر ولا لا، لان الكور ده ممكن يبقى سيمبلي واخد سامبل نار ريبريزنتيتيف، فهو وبعدين هيوديها للهيستوباثولوجي. احنا مش هنعتمد على الفروزن، الفروزن هنا فايدته حاجه واحده بس، يقول السامبل دي ريبريزنتيتيف اوف ذا تيومر اور نار ريبريزنتيتيف عشان تافويد الفالس. طيب في سؤال كمان يا دكتور محمود على البيت سكان، از ات انديكيتد ان اول مالجنت تيومرز؟ هو صوت يا دكتور عادل بالنسبه لي وصل ضعيف جدا، انا ممكن اقرا حتى الاسئله لو هي الاسئله على اللي قدامنا. على البيت سكان، على البيت سكان يا دكتور محمود، البيت سكان هل دي انديكيتد في كل المالجنت تيومرز؟ لا طبعا، هو يعني احنا دلوقتي لو وصلنا ان هو مالجنت بالبايوبسي اتس بيتر ان لو العين يقدر يعمل بيت، لكن هو البون سكان بتقدر تحدد في ميتاستاسيس موجود ولا مش موجود، السي تي شيست بيقدر يحدد برضو البلمونر ميتاستاسيس ولا لا، لكن البيت مشكلتها بس في البرايس ان هي بتبقى غاليه. لو العيان له انشورنس او في حد سبونسر بيقدر يدفع له، السنيل انديكيشنز ليها في بعض الحالات برضو، الحالات اللي هي سسبكتد ريكيرنس بيبقى الام ار اي مش موضح ريكيرنس، البيت سكان بتقدر تحدد في ريكيرنس عالي ولا لا، ريسبونس للتريتمنت في بعض الاحوال لو برضو نقدر نعمل البيت سكان. في بعض الاحوال الميتاستاتيك ليجن ممكن يوضح لنا البرايمر، وفي احيانا كتيره زي الحاله الفيديو اللي احنا عرضناه ده ما وصلناش برضو للبرايمر ايفن ان هو عامل بيت سكان. Yes, في another question from Dr. Ahmed Zohdi. CT guided biopsy, is it done by radiologist or surgeon? And should we do single or multiple core biopsy? هو الكور بايوبسي CT guided طبعا بيتعمل بالانترفنشن راديولوجي، ده راديولوجيست اللي بيعمله. Single or multiple يعني ايه؟ هل هو قصده single يعني مرة واحدة ولا مرات متكررة، ولا قصده الكور نفسه اللي بندخل بيه؟ هو الكور لو هو بيدخل بسنجل انتري والمفروض ياخد مالتيبل كورز من نفس السنجل انتري، لكن ده لو انا فهمت السؤال سنجل اور مالتيبل يعني. اما متكرر لا، احنا بنعمل كور بايوبسي مره لو كانت ريبريزنتيتيف ووضحت الامور طبقا للبروفيشنال دايجنوستس اللي احنا حاطينه مع الايمجنج، مش محتاجين ان احنا نكررها طبعا. يس، هو اللاست كويستشن واعتقد ان حضرتك واستاذنا الدكتور محمد بيجاوبته عليه. كان وي ديبند اون انترا اوبراتيف فروزن سيكشن تو ديفرنشيت بيناين فروم مالجننت؟ الدكتور محمد بيه ثابت جاوب على السؤال ده ان هو يقدر يقول في مالجننت سيلز ولا مفيش مالجننت سيلز، لكن مش هيديني ديفينيت دايجنوزيس خالص. بالظبط. احنا بنشكر النهارده اساتذتنا دكتور محمد بيه ثابت، تواجد حضرتك معانا شرف لنا. دكتور محمود حضرتك شرفتنا ونورتنا ومتشكرين ان احنا سهرنا حضرتك الوقت في الامارات دلوقتي متاخر قوي. الله يخليك دكتور محمد، شاكرين افضل سيادتك تواجد حضرتك معانا. انا سعيد جدا، ربنا يكرم سيادتك يا فندم. باللقاء ده مع حضرتك دكتور محمود ودكتور احمد. شرفنا يا فندم دكتور محمد، شرف كبير لنا يا فندم. واشكر اخواتي الاحباء دكتور محمود بيه ابراهيم ودكتور عادل بيه الحمادي واخي الدكتور احمد الشيخ، وكانت يعني سهره علميه جميله بوجود حضراتكم. احنا بكره هنكمل ان شاء الله كورس الانكولوجي مع دكتور محمد فاروق كونسلتنت اوف انكولوجي ناصر انستيتيوت، واستاذنا دكتور محمد بي عبد الرحمن بروفيسور اوف اورثوبيديك سيرجري اند انكولوجي عند شمس يونيفرسيتي. هنشوفكم بكره ان شاء الله at 10 p.m. شكرا وتصبحوا على الف خير يا فندم. شكرا.
شكرا يا دكتور محمد دي. شكرا شكرا يا معالي باشا. تصبحوا على الف خير يا فندم. السلام عليكم.